تسعة واحد في عندي شنط ماشين، هذا هون اكزامبل تسعة واحد من الشاب فورث اديشن. بدينا في ماشين وقلنا الماشين هاي عندي 50 هورس باور، 250 فولت، 1200 ار بي ام. هلا لاحظوا هون ال 1200 ار بي ام اظن هذه هي النو لود سبيد، الهاي سبيد اللي فيش عندها فورت. اذا 1200 نو لود سبيد، 250 فولت هي التيرمينال فولتج، وهذه هون طبعا الريتد باور. هلا في عندي ار اي بتساوي 0.06 اللي هي الارمشر ريزيستنس، الفيلد كرنت ار فيلد بتساوي 50 اوم. معناها اذا هذا الماشين جاي عندي هون في بي في باتري او في سورس، في عندي جزء بروح على الفيلد وفي مقاومه للفيلد، عشان هيك سميناها شنط مش سيبريتلي اكسايتد. بعدين في عندي ار اي، ال اي راح اهملها هون، وعندي هاي محرك من هون ار اي بتساوي 0.06 اومز، ار فيلد بتساوي 50 اوم. بعدين حاطين هم شغله، حاطين كومبنسيتنج وايندينجز. ايش الكومبنسيتنج وايندينجز؟ ايش الهدف منها؟ مقاومة الـ عشان تتغلب على الارمتشر رياكشن، تلغي اثر الارمتشر رياكشن، فبتمنع الشيفتنج للنيوترال بلين، بس كمان بتمنع التغير في قيمة الماجنتيك فلوكس اللي موجود، الماجنتيك فلوكس دنسيتي الموجودة في المشين، فبتضل الماجنتيك فلوكس دنسيتي الموجودة في المشين كونستنت على قيمتها. هاي نقطة مهمة. إذا عندي هون كومبنسيتنج وايندينجز راح أفترض إنه ما راح يتغير عندي. هلا المطلوب إنه بدنا نطلع سرعة هذا المحرك، بدنا المطلوب هاي سبيد. طبعا هون لما بطلب سرعه المحرك ات ستيدي ستيت، لانه ترانزينت انا صعب احسبه هون، مش كل فاهم الفرق بين ترانزينت وستيدي ستيت؟ يعني اجيت قلت بدي احط تورك جديد على هذا المحرك، حطيت تورك جديد على هذا المحرك، انخفضت السرعه واستقر الوضع، عندها عمالي بقول شو سبيد، مش خلال فتره الترانزينت، اوكي؟ اذا هون عندي ان سبيد مطلوبه ات 100 امبير، 200 امبير، 300 امبير. احد الاشياء اللي لازم نتذكرها لما بحكي عن 100 امبير ما بحكي عن هذا الكرنت، عماله بحكي عن هذا الكرنت. فهذا هون اي، بس اي راح يتفرع ل جزئين. قديش الكرنت اللي ماشي في الفيلد؟ قديش الفولتج في بي؟ 250 فولت، مش هيك؟ قديش ار اف؟ 250. طب وال اي؟ والاندكتنس تبع الفيلد؟ ما في. ليش ما في؟ لانه ستيدي ستيت. احسنت، تمام. اذا هون عندي ستيدي ستيت، في البدايه راح يكون في فولتج دروب، اول ما بشغل المشين راح يكون في فولتج دروب، بس اوصل ستيدي ستيت راح يصير قديش الفولتج عبر الاندكتر؟ اي اندكتر الكرنت فيه ما بيتغير، الريت اوف تشينج اوف كرنت فيه ما بيتغير، الفولتج دروب اكروس ات زيرو، اذا راح يصير عندي فولتج دروب هون. اذا اي فيلد شو بتساوي؟ 250 على 50 ويساوي 5 امبيرز. هذا طول الوقت، طول ما انا مشغل المشين لازم هذا يضل شغال. لازم اضل مرر 5 امبير، 5. اذا هذا بيرمنت ماجنت ولا الكترو ماجنت مشين؟ الكترو ماجنت. الكترو ماجنت، لانه الفيلد نشا عندي عن طريق الكترو ماجنت، لفيت سلك، السلك هذا لفيته حوالين الكور، انشا عندي الكترو ماجنت، صار عندي ماجنت موتيف فورس، والماجنت موتيف فورس اعطتني فلوكس. اوكي ماشي، هذا الجزء واضح. اذا قديش راح يضل عندي لما يكون هذا 100 او 200 او 300؟ راح يضل عندي 95 او 195 او 295، هذول راح يمشوا هون في الارمتشر نفسها. اول شيء بدنا نعمله بدنا نطلع قيمه لكي. هلا كي غريبه شوي هون، لانه اليونت راح اشتغل فيها ار بي ام. هلا ممكن احول لريديانز بير سكند، بس اللي شائع اكثر بالصناعه اي عاده الريفولوشنز بير مينت، فاللي شائع اكثر لما تروح تشتري محرك عاده ما بنذكره بالريديانز بير سكند، بنذكره في الار بي ام. فاليونت بننتبه على اليونت، اليونت تبعت كي راح تختلف شوي هون. الشيء الثاني انه ما اعطاني فلكس مقابل هذا الفيلد، بس فرض انه الفلكس راح يضل كونستنت، راح ثبت هذا الكرنت. اذا هذا الكرنت ضل كونستنت راح يضل الفلكس كونستنت او الماجنتيك فلكس دنسيتي كونستنت. فاحنا هون بنقول انه اي انديوست بدها تساوي كي في اوميجا في فاي، خلينا نحطها بهذا الشكل كي فاي في اوميجا، وكانها كي جديده، كانها هذه هون كي 3 في ام.
وان هون وحدتها ايش راح تصير؟ ار بي. كل فاهم شو عملت؟ سميتها كي 3، بدك تسميها كي 2 اذا بدك، سميها كي 1 كي 2، يعني سمي هذه كي 1 اذا بدك تسمي هذه كي 2. كي 2 بتاخذ بعين الاعتبار انه انا ضربت كي في فاي وكمان حولت من اوميجا لان، مش بصير احطه كونستنت، ما كله كونستنت، ريفلكس كونستنت. ايش وحدة كي هلا راح تكون بالحالة هاي؟ ايش وحدة هاي؟ هاي وحدتها هون راح تكون ار بي ام، وحدة هاي راح تكون فولتس. اذا كي 2 راح تكون وحدتها ايش؟ لازم تكون وحدة كي حتى تصير معادلة هاي دايمنشنالي كوريكت، يعني فولتس بير ار بي ام، راح تصير هاي فولتس. بصير استعملها، هي مش ستاندرد، مش اس اي يونت، بس بصير اني استعملها. كل فاهم هون؟ اذا انا كل اللي بدي اعمله الان بدي اطلع، اذا بطلع السرعه ان ار بي ام وبضربها بكي 2 شو بتعطيني؟ الاندوست فولتج، او اذا عندي الاندوست فولتج بقدر اطلع السرعه مباشره ان ار بي ام لاني حولت اليونت تبعت كي 2. هلا شو اعطاني هو بالسؤال؟ اعطاني انه ات نو لود فات نو لود راح افترض انه هون الكرنت عندي زيرو، يعني اي ارمتشر تقريبا بتساوي زيرو، فيش عندي تورك. راح افترض انه عند هاي الظروف من هون ات 250 فولت، الفرق هون هذا التيرمال راح يكون 250 فولت بقابلها 1200 ار بي ام. زين هاي بقدر استعملها عشان اطلع ايش؟ بقدر استعملها حتى اطلع كي. اذا بصير عندي 250 بتساوي كي، شو سميناها؟ كي 2 في 1200. اذا كي 2 بتساوي 250 على 1200 فولت ار بي ام. هلا مزبوط، احنا كنا بنفضل لو نعرف شو فاي مثلا هيك، بس ما في حاجه بنقدر نكمل السؤال ونحله. مزبوط، ما دام فاي كونستنت، يعني هون هلا اسيومينج فاي از كونستنت بتطلع هاي المعادله تمام صحيحه. اذا هذا الجزء الاول. اذا هلا بدنا نيجي هلا هون نطلع، اذا هذه على فكره نقطه على سبيد تورك كيرف، حتى ارسم سبيد تورك كيرف هون، ناخذ هذا سبيد تورك كيرف راح احطه هذا ان هي سبيد وحدتها راح تكون ار بي ام، وهذا هون تورك تاو وحدته هون نيوتن متر. بدي ارسم هذا الخط، شو بنتوقع هذا الخط شكله؟ خط مستقيم، والخط مستقيم لازم يدور بهذا الشكل، السلوب تبعه نيجاتيف. شو يعني السلوب تبعه نيجاتيف؟ يعني راح يكون كل ما زدت اللود التورك على هذا الموتور، اذا كان الموتور مشغل ايش راح يصير بسرعته؟ وعندي راح اخذ اول نقطة على هذا اللي هي 1200، 1200 هذه النو لود سبيد، راح اخذ هون 1200، خليني اخذ هون 1100، هاي 1200 وتقريبا هاي 1 هاي تقريبا هون. هاي النقطة هي أحد النقاط الصحيحة على هذا الكيرف اللي هي ايش رح نسميها؟ هاي نو لود بوينت أو نو لود سبيد اللي عندها التورك تقريبا زيرو. طبعا هو رح يكون في شوية لوسز، رح يكون في شوية فريكشنال ويندج، بس احنا تقريبا أهملناها. رح يطلع معي الخط هون، بس يبدأ يطلع معي نقاط بقدر أرسمها. خلينا ناخذ هلا الحالة الأولى. الحالة الأولى عندي الكرنت الكلي 100، فراح يضل منه 95، فراح اطلع 100 ناقص 95 اي اي، هاي الكيس اي، اي اي بتساوي 100 ناقص 5 وتساوي 95 امبير. هلا قديش اي انديوس؟ كيف بدي اطلع اي انديوس؟ ما دام صار في اي اي، ايش راح يصير في عندي في داخل المحرك؟ راح يصير في فولتج دروب. فمتى ما صار عندي كرنت ايش راح يصير؟ راح يبطل في بي مساوي ل اي انديوس، مش هيك؟ او اي باك اي ام اف. فاي انديوس شو بيساوي؟ عندي معادلة بتصير في بي بتساوي اي اي ار اي زائد اي اندوس. عندي هاي 250 بتساوي 95 في قديش؟ 0.06 مش هيك؟ زائد اي اندوس، فبتصير عندي اي اندوس بتساوي 250 ناقص 95 في 0.06. حد يحسبها يشوف قديش تطلع معكم. انا عندي طالع 204، بيطلع الجواب النهائي 244.3 مضبوط.
هيك الرقم حد يتاكد منه. اذا صار عندي هلا 244.3 هتساوي K2 اللي هي 250 على 1200 N على 100 امبير. اذا N 100 بيساوي حد يتاكد منه المفروض يطلع 1173 RPM. بس هاي النقطة اللي هي تقريبا راح تكون قريبة جدا من هون. هاي 1100 200 300 1173. هاي 1150 هاي 1160 70 1173. هاي تقريبا الخط. شو بدنا نحسب؟ نحسب التورك. هلا التورك بدنا نحسبه عندي K. هون كان لازم حسبنا الكي هذه. طيب خلينا نرجع نحسب الكي اذا بالطريقه الصحيحه او نحسب الكي الصحيحه. عندي كي اذا بدي احسبها الان كانت 250 على 1200. بدي احولها لكي، بدي اتخلص من الار بي ام اللي موجوده هون او بحولها لاوميجا، مش هيك؟ هلا هاي اذا بدي احولها لاوميجا شو بتصير عندي؟ بتصير عندي 1170 73 على 60 في 2 باي. قديش تطلع معنا هذا الرقم؟ 122.8 فرات/سكند. وعندي هلا هون ممكن احسب التورك في اوميجا بيساوي اي انديوسد في اي. فعندي صار التورك راح يكون بيساوي اي انديوسد في اي اي على اوميجا. اي انديوست كانت 244.3، اي اي 95 على 122.8، بيطلع معي 186.89 نيوتن متر. هلا واخذنا هذا بدنا الرينج تبع التورك 600 على الكيف. هلا كلهم رح يطلعوا نقاط على خط مستقيم. هاي نقطة ثانية هون. وهي صار عندي 200 289. خلينا نحسب الباور، الباور كونفرتد. ايش الباور كونفرتد بالحالة هاي؟ بتساوي بي كونفرتد بدها تساوي اي انديوست في اي اي. اي انديوست في اي اي قديش تطلع معنا؟ 244.3 في 95. حد يضرب الرقمين هذول؟ 23,208. وهي طبعا وحدتها لازم تطلع. قديش انا عندي الريتنج تبعت المشين من هون؟ هاي تقريبا تطلع 37 كيلو وات. معنا ايش بنستنتج من هذا؟ لسه احنا هون، لا لسه احنا ما وصلنا الريتنج تبعت المشين، في مكان ثاني هون راح يعطيني يقترب من الريتنج تبعت المشين. هلا ناخذ الرقم الثاني. اذا هذا نسجله هون. عندي عند النقطة هاي راح احط بين قوسين تقريبا 23 كيلو وات. 23.2 كيلو وات. وهذا هون 189.89 نيوتن متر. هي النقطة. ناخذ النقطتين الثانيات، النقطتين الثانيات راح يكونوا رح نعمل حسابهم بنفس الطريقة. النقطة الثانية لما تكون اي اي بتساوي 200 امبير او اي بتساوي 200 امبير، اذا اي اي بتساوي 195 امبير. وبالحالة هاي اذا اتبعنا نفس الحسابات بتطلع معي السرعة 1144. اذا ان على 200 امبير بتساوي 1144 ار بي ام. وإذا أخذناها هون على هذا الكيرف هل 1100 1110 20 30 تقريبا 40 تقريبا هون. وبطلع التورك عند النقطة هاي 500 لا مش معقول 500 388 تقريبا. فهذا
388 وهذا 1150. بالله حد يحسب الباور اذا يضرب 238.3 اذا الباور كونفرتد عند النقطه هاي باور كونفرتد لما اي اي يساوي 190.95 يساوي 238.3 × 195. شوف لي قديش بيطلع الباور هون. قديه؟ 46.46 كيلو وات. إذا هاي 46.5 تقريبا. إذا هاي المشين هلا اوفرلودد، هل بقدر أعمل اوفرلودنج لمشين؟ لفترة قصيرة؟ ممكن اعمل اوفرلودنج لمشين لفتره قصيره، بس هو هون ديفنتلي هذا ابف الريتنج تبعته. الريتنج تبعته تقريبا راح تكون بحدود ال 37 كيلو وات. 37 كيلو وات يمكن تكون مثلا بالرينج هذا، بس انا ممكن لفترات قصيره اعمل اوفرلودنج لمشين. شو بيصير لما بعمل اوفرلودنج لمشين؟ ايش راح اشوف لما يكون معقولها اوفرلودنج؟ تمام، هاي هون تحركت مثلا، نفترض اشتغلت على هاي السبيد من هون، بس ايش راح ابدا اشوف في المشين؟ ماشي، حراره راح تبدا تحمى المشين. اذا تجاوزت هذا الريتنج هون موجود هون، هون بالفتره هاي راح تكون المشين حامله. ممكن اعملها اوفرلودنج لفتره قصيره، بس المفروض انه معظم وقتها تكون شغاله على الريتنج الصحيحه اللي موجوده هون. هلا الحاله الثالثه هذه هون بي، الحاله الثالثه سي اي بتساوي 300 امبير. إذا اي اي بتساوي 290.95 امبير، بصير عندي ان 300 بتساوي، بتطلع معنا السرعه بالحاله هاي 1115. 1115 تقريبا بتكون بهاي الفتره هون. هي هون الكيرف يمكن او السكيل تبعي انا مش كثير دقيق. هاي بتطلع هون 585 نيوتن متر، وهاي 1115. هاي النقطة الثالثة، هذا حد يحسب الباور عند النقطة هاي، الباور عند النقطة هاي راح يكون بتساوي في باك ام اف عندي 217 295. هاي الباور كونفرتد لما اي اي تساوي 290.95 مضروبه في الاي اندوس، واي اندوس بالحاله هاي هي 232.3. قديش تطلع هاي هون؟ 68.5. طبعا واضح هون انه المشين اوفرلودنج، فكل ما تحركنا هون عم نعمل اوفرلودنج للمشين. في مكان ما هون تقريبا بين هذول النقطتين هي الريتد بالمشين.